وسط الزوبعة التي أثارها رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بعد خرق إجراءات مواجهة كورونا، يؤكد رئيس الحكومة أنه لن يستقيل من منصبه. تأكيد جونسون يأتي وسط مطالبات نواب من حزبه حتى بسحب الثقة منه، ولكنه يدعو إلى انتظار التحقيقات في هذا الشأن. وتتزامن هذه التطورات مع تخفيف بريطانيا إجراءات مواجهة الوباء رغم أعداد الإصابات الكبيرة به. فهل يكون مصير جونسون على المحك؟ وهل هناك أغلبية مؤمنة في مجلس العموم تدفعه للاستقالة؟ من لندن ضيفنا الباحث السياسي ويليام وورد الليلة. أستاذ ويليام، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. كيف يمكن لهذه الضربات المتتالية اللي يتلقاها بوريس جونسون أن تؤثر على مستقبله السياسي؟ فرئيس الوزراء يعني سيد ويليام يواجه منذ أيام دعوات للاستقالة. مساء الخير لكم ولمشاهديكم. نعم، هذا وضع صعب بالفعل، لأن بوريس جونسون يستشعر هذه الصعوبة، وخصوصا بالنظر إلى الظروف الهشة الموجودة في المجلس، مجلس العموم. هناك عدد من أعضاء حزبه استقالوا، وذلك لأنهم لم يرق لهم ما فعله بوريس جونسون، وكذلك لشعورهم بالإحراج. أما بوريس جونسون فلا يستشعر أي خجل أو أي شعور بالندم، ويعتقد أنه شجاع ويجب أن يواصل مثل ثور أو حيوان مندفع. وهذا مفاجئ بالنظر إلى أن الكثيرين في حزبه يعتقدون أنه آن الأوان له أن يستقيل. لكن هو ظهر بكل صراحة وبكل وضوح أمام مجلس العموم، رفض الاستقالة. رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون قال لا لن أستقيل، أعتذر بشدة عن أي سوء تقدير حدث، ويجب انتظار نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل قبل استخلاص أي استنتاجات. هل يظهر رئيس الوزراء بموقع القوي من خلال هذا التصريح؟ كيف ينظر اليوم الشارع البريطاني إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد الذي قام به سيد ويليام؟ وهل ينجح المعارضون له بإزاحته من منصبه من خلال القرار المرتقب عن لجنة التحقيق؟ من الصعب أن نتكهن بالتوقيت المناسب لاستقالته إن حدثت، لكن ربما قد تأتي ظروف أخرى وتحتم استقالته. على سبيل المثال، ليس هناك منافس قوي له لقيادة حزب المحافظين، وبالتالي فإن رئيس الوزراء له موقع قوي في حزب حاليا. ثانيا، هناك بعض الأحداث والفعاليات مثل حرب في أوكرانيا، والأمر خطير جدا، وهو يهدد أمن الدول الأوروبية، ولن يكون الأمر جيدا إذا بدأ رئيس وزراء جديد يتعاطى مع هذه القضايا الخارجية الصعبة. وأيضا في مارس هناك المؤتمر المهم للميزانية، وبالتالي في هذا المؤتمر سيكون هناك تقديم لكل التفاصيل المالية الخاصة ببريطانيا، ولابد أن يكون هناك رئيس وزراء قوي لبريطانيا في ذلك الوقت. ولهذا هناك تحديات قادمة. الشيء الآخر في عالم السياسة في بريطانيا هو أنه قد تحدث بعض المفاجآت في الأحزاب، لكن أن يطالب حزب المحافظين رئيس الوزراء بأن يستقيل هذا أمر لا يعد تقليدا، أن يفرض حزب على رئيس الوزراء أن يستقيل. قد نرى في الأيام العشرة المقبلة أشياء جديدة. هي خطوة التصويت على حجب الثقة سيد ويليام تحتاج إلى 54 رسالة. ما الذي يؤكد لكم عدم توفر هذا العدد؟ وهل سنكون أمام مفاجآت كما ذكرت لنا خلال الأيام المقبلة باختصار لو سمحتم؟
الشيء المهم هو أن حزب المحافظين وتقليديا يتكتم على ما يخطط له وما يشعره، وعلينا أن نتصور ما هي المشاعر التي قد تكون لدى أعداء الحزب، لأن هناك نوع من التآمر خلف الكواليس مثل ما تحدث عنه شكسبير في القرون الوسطى، ما يحدث دائما في الغرف الخلفية. بطبيعة الحال الأمر في رواية شكسبير تم قتل الملك، ونحن هنا لن نقتل الساسة وإنما فقط ندفعهم للاستقالة. قد تكون هناك مفاجآت، لأنه إذا قام 54 عضوا من حزبه بتقديم رسالة يقولون فيها إنهم يريدونه أن يستقيل، سيكون هناك تصويت داخل حزبه، وإذا صوت النصف في الحزب وإذا اتفق المحافظون على أن يقلبوه بالاستقالة، فإن الأمر سيكون قد انتهى. هذه المفاجآت إن بالفعل ستحصل. من لندن البحث السياسي ويليام وارد حدثنا الليلة، شكرا جزيلا لك.